مستهل جولتنا بين أبرز عناوين الصحف الرياضية صادرة اليوم من المساء تحت عنوان الكاف يسمح للرجاء بتقييد 7 لاعبين جدد. اليومية أوردت في صفحتها الرياضية أن لجنة المسابقات بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سمحت بتقييد 7 لاعبين جدد في لائحة الفريق الإفريقية، وذلك خلال فترة التقييد الإضافية التي ستنتهي عندما تم الشهر الجاري. دوليا، فوز أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة شغل الحيز الأكبر في صدر الصفحة الأولى من يومية سبورت. لسان حال النادي الكتالاني كتبت أن الأخير أهدر اللقب بعد تلقي هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. سبورت كتبت أن فريق المدرب مارسيلينو قلب الطاولة على البارسا وحسم المباراة لصالحه في الأشواط الإضافية التي انتهت بطرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ودائما بإسبانيا، يومية آس، وفضلا عن فوز أتلتيك بيلباو بلقب كأس سوبر، اهتمت بتسجيل لوكا يوفيتش لهدفين في أول لقاء يلعبه لفريق فرانكفورت الذي استعاره من ريال مدريد، وكتبت يوفيتش يعود للحياة في ألمانيا. وبإيطاليا، لغازيتا ديلو سبورت سلطت الضوء على فوز إنتر ميلان أمام يوفنتوس في لقاء قمة الدوري الإيطالي وعنونت إنتر ميلان ممتاز. الصحيفة اهتمت أيضا بفريق ميلان وسوق انتقالاته وتحديدا تعاقده مع الكرواتي ماريو مانزوكيتش. وإلى أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، The Sun Sport توقفت عند فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس برباعية نظيفة بفضل تألق مدافعه جون ستونز، وكتبت ستونز يمنح بيب غوارديولا هدية عيد ميلاده 50 بطريقة مثالية. اليومية اهتمت أيضا بالتعادل السلبي في لقاء القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد وبانتصار توتنهام أمام شيفيلد يونايتد ب3 أهداف مقابل 1.